بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الرسالة حنتكلم عن السيسكو مودز. السيسكو مودز أو مستويات سيسكو، حيث يوجد لدينا نظام التشغيل الـ iOS الخاص بسيسكو، وهو نظام يعمل على الأوامر النصية لعمل الإعدادات. طبعا iOS اختصار لإنترنت وورك أوبريتنج سيستم، أو نظام التشغيل الخاص بالبنية التحتية للشبكات. بيعمل من خلال نظام الأوامر النصية اللي هي تعرف اختصارا ب CLI، اختصار لكوماند لاين انترفيس، بحيث ان احنا لازم نحط اوامر نصية وبيتم تنفيذها، ما في يعني نظام نوافذ او مثلا جرافيك. الاعدادات التي نقوم بها على نظام التشغيل الاي او اس تتوزع على مستويات مختلفة من مستويات الاي او اس، واهم هذه المستويات بتنقسم الى ثلاثة اقسام. عندنا المستوى او المستويات الثلاثة الاساسية، هذا القسم الاول. القسم الثاني لدينا المستويات الفرعية، هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو المستويات المستقلة. اذا مستويات سيسكو او السيسكو مودز نستطيع تقسيمها الى ثلاثة مجموعات، واللي هي المستويات الثلاثة الأساسية، المستويات الفرعية، والمستويات المستقلة. نبدأ مع المستويات الثلاثة الأساسية، وزي ما هو واضح من اسمها يوجد لدينا ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هو مستوى المستخدم أو اليوزر إكسك مود، وهو المستوى الذي يظهر لك بمجرد دخولك على أي جهاز من أجهزة سيسكو، ويمكن جعل هذا المستوى محمي باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، أو جعله غير محمي. في هذا المستوى لا يتم فيه عمل أي إعدادات وبرمجة لجهاز سيسكو، ويحتوي على أوامر تسمح لك بالاتصال عن بعد مثل التنت الاس اس اتش، وأوامر الترابل شوت اللي هي البينج التريس راوت. ويعتبر اليوزر مود هو ممر ينقلنا الى المستوى الثاني اللي هو البريفريج مود او مستوى الوصول، زي ما احنا شايفين يكون شكله بهذا الشكل. اذا كان الجهاز راوتر راوتر، وبعدين اما اذا كان طبعا سويتش، اذا كان اس اي الى اخره، راح يكون مستوى المستخدم بهذا الشكل. المستوى الثاني اللي هو مستوى الوصول البريفريج اكسك مود، وهو مثل اليوزر مود من ناحية أنه قد يكون محمي بكلمة سر احنا نحطها كمهندسي شبكات، أو غير محمي ويحتوي على جميع الأوامر الموجودة في اليوزر مود. يعني جميع الأوامر اللي راح نقدر نعملها في اليوزر مود نستطيع عملها في مستوى الوصول، وكذلك يحتوي على أوامر الشو، والتي من خلالها نتمكن من رؤية الإعدادات الموجودة على جهاز سيسكو. فمثلا نستطيع الاطلاع على الإعدادات التي تعمل حاليا على جهاز سيسكو، نستطيع مثلا رؤية حالة المنافذ الموجودة في الجهاز، أنواع المنافذ الموجودة في الجهاز إلى آخره. كذلك في هذا المستوى يمكننا مثلا حفظ الإعدادات اللي تم كتابتها على جهاز سيسكو، أو حذف الإعدادات الموجودة في جهاز سيسكو. كذلك نستطيع عمل الريلود أو إعادة تشغيل لجهاز سيسكو من خلال هذا المستوى أو المود، وكذلك نستطيع تحديث نظام التشغيل أو استبدال نظام التشغيل. وللانتقال من مستوى الوصول إلى مستوى أو عفوا من مستوى المستخدم إلى مستوى الوصول، راح نكتب الأمر enable، فراح يتم نقلنا من مستوى المستخدم إلى مستوى الراوتر. طبعا إذا تم إعداده على كلمة سر، فعندها لما نيجي ندخل enable راح يطلب منا إدخال كلمة السر. إذا تم إدخالها بالشكل الصحيح، عندها يتم إيصالنا إلى مستوى الوصول. طيب طبعا المستوى هذا خطير
زي ما تكلمنا ممكن من خلاله يتم حذف الإعدادات والاطلاع على الإعدادات وكثير من الأمور. لذلك ينصح بأن يكون محمي بإضافة كلمة سر. أما مستوى المستخدم فهو فعليا ما بيضر الجهاز في شيء، فبالتالي ممكن نحط كلمة سر كزيادة في الأمان أو عدم وضع كلمة سر. عندنا هنا المستوى الثالث اللي هو مستوى الإعدادات، والذي يطلق عليه الجلوبال كونفيجريشن مود، وهو لعمل الإعدادات التي تؤثر على كامل جهاز سيسكو، مثل وضع اسم للجهاز، ضبط الوقت في الجهاز، إعدادات الأثنتيكيشن، إعداد البانر اللي هي الرسائل التي نريد إظهارها عند الدخول على مستوى من مستويات الجهاز. كذلك من خلال هذا المستوى يمكننا عمل إعدادات الحماية مثل قائمة التحكم بالوصول الأكسس ليست، لدينا مثلا بروتوكول الترابل اي، والكثير من الإعدادات. كما أنه من خلال هذا المستوى يمكننا الدخول على عدد من المستويات الفرعية، حيث تعتبر طبعا هذه المستويات الثلاثة هي المستويات الأساسية. طبعا أي إعدادات راح نكتبها في مستوى الإعدادات راح يتم طبعا راح يتأثر بها الجهاز بشكل كامل. وكما ذكرنا من مستوى الإعدادات راح نتمكن من الدخول إلى مجموعة من المستويات الفرعية كما سوف نراها بعد قليل. طيب للانتقال من مستوى الوصول إلى مستوى الإعدادات نقوم بكتابة الأمر Configuration Terminal، فيتم إدخالنا إلى مستوى الإعدادات. وزي ما ذكرنا أي إعداد راح نقوم بكتابته هنا راح يتم التأثير على كامل جهاز سيسكو. ننتقل إلى القسم الثاني من مستويات سيسكو، وهي المستويات الفرعية. المستويات الفرعية سميت بذلك لأنها يعني الإعدادات الموجودة في ضمن المستويات الفرعية بتؤثر فقط في الفرع المنتمي إليها. فمثلا عندنا أشهر مثلا مجموعة من المستويات الفرعية، نبدأ بالنوع الأول اللي هو مستوى إعدادات المنفذ اللي هو الانترفيس كونفيجريشن مود، وهي من خلاله ومن خلال هذا المستوى نستطيع الدخول على من أي منفذ من منافذ جهاز سيسكو مثل الفاست إيثرنت أو الكونسول أو مثلا الجيجا إيثرنت أو السيريال إنترفيس، وأي إعدادات سوف نقوم بكتابتها في هذا المستوى فسوف تؤثر فقط على المنفذ وليس على كامل الجهاز. مثال لما نحب هنا عندنا هنا الجلوبال مود اللي هو راوتر بين قوسين بعد كذا كونفيج، راح نكتب الامر انترفيس مثلا ونكتب المنفذ اللي نبغى ندخل عليه في داخل جهاز سيسكو. فمثلا نكتب فاست ايثرنت 01، فيتم ادخالنا الى المنفذ الفرعي الخاص باعدادات المنفذ اللي هو زي ما احنا شايفين امامنا راوتر بعدين قوس كونفيج ماينس اف، وبعدين يتم اغلاق القوس. هنا اي اعداد راح نقوم بكتابته راح يؤثر على المنفذ فاست ايثرنت 01. فمثلا لو كان هذا المنفذ يعمل وجينا هنا وكتبنا الامر نو وكتبنا الامر شت داون، طبعا امر شت داون يعني اغلاق، فبهذه الطريقة سوف يتم اغلاق المنفذ فاست ايثرنت 01. لو عدنا مرة ثانية طبعا بقية المنافذ سوف لن تتأثر، وإنما ما سوف يتأثر هو فقط المنفذ فاست ايثرنت 01. طبعا عدنا إلى المنفذ وكتبنا الأمر نو شت داون، بهذه الطريقة سوف يتم فتح المنفذ وسوف يعمل المنفذ. لو ذهبنا إلى مثلا وكتبنا الأمر اي بي مثلا اي بي ادرس وحطينا العنوان المنطقي اللي هو الاي بي ادرس، فوقتها راح يتم تطبيق العنوان المنطقي على المنفذ فاست ايثرنت 01 دون سواه من المنافذ الموجوده على الراوتر. طيب ننتقل الى المستوى الفرعي رقم 2 كمثال، لان احنا عندنا على فكره مستويات فرعيه كثيره، فاحنا راح نتكلم عن اهمها. عندنا هنا مستوى إعدادات المنفذ الفرعي الافتراضي Sub Interface Configuration Mode، وهي طبعا
وفكرته اللي هو السب انترفيس هي ايش فكرتها؟ فكرتها تقسيم المنفذ المادي الفيزيكال الواحد الى اكثر من منفذ فرعي، وذلك بشكل وهمي، وكل منفذ راح يعمل بشكل مستقل عن الاخر رغم وجودهما معا في منفذ مادي واحد. تعتبر طبعا السب انترفيس هي عملية تطبيق لتقنية الفيرجوال او التقنية الافتراضية في داخل اجهزة سيسكو. فمثلا لو عندنا المنفذ مثلا فاس ايثرنت 01، نستطيع تقسيمه الى 3 منافذ، كل منفذ مثلا راح يكون له اعداداته الخاصة، كل منفذ راح يعمل بشكل مستقل عن المنفذ الاخر، وكأنهم 3 منافذ ولكن هم فعليا منفذ واحد كفيزيكال. مثال للدخول على مستوى اعدادات المنفذ الفرعي الافتراضي، ان احنا مثلا في الجلوبال مود راح نكتب انترفيس فاس ايثرنت 0/1، بعدين هنا .1، احنا كذا قسمنا المنفذ الى اول قسم .1، لما نبغى نقسمه الى ثاني نكتب .2 .3 الى اخره. طبعا عدد المنافذ الفرعية بيتركز على قدرة الجهاز، فكل ما كان الجهاز سيسكو مواصفاته عالية كل ما نستطيع ان احنا نقسم المنفذ الواحد الى مجموعة كبيرة من المنافذ الوهمية، كل ما كان مواصفاته ضعيفة كل ما كان عدد المنافذ الوهمية الممكن انشائها على المنفذ الفيزيكال اقل. فزي ما احنا شايفين تم ادخالنا الى المستوى الخاص بالاعدادات الافتراضية او عفوا المنفذ الافتراضي router config minus sub if. هنا اي اعدادات راح نكتبها راح تؤثر على المنفذ الفرعي ولن تؤثر على باقي المنافذ الفرعية الموجودة كلها في المنفذ الفيزيائي الواحد. عندنا هنا ايضا مستوى اعدادات بروتوكول التوجيه Routing Protocol Configuration Mode، وهي الاعدادات التي تؤثر على بروتوكول التوجيه في داخل بروتوكول التوجيه. مثال احنا عارفين ان بروتوكولات التوجيه من خلالها احنا بيقوم الراوتر باداء وظيفته الاساسية واللي هي توجيه البيانات واختيار افضل مسار يربط فيما بين الشبكات. طيب للدخول مثلا على اعدادات بروتوكول التوجيه في داخل الراوتر راح نكتب على مستوى الجلوبال مود راح نكتب راوتر EIGRP1، فيتم ادخالنا الى مستوى الفرعي الخاص ببروتوكول الـ EIGRP1. طبعا ممكن يكون عندنا EIGRP2 3 4 الى اخره. فلما ندخل على 1 اي اعدادات راح نقوم فيها سوف تؤثر على EIGRP1 دون سواها من بروتوكولات التوجيه اللي قد تكون مفعلة على نفس الجهاز. يوجد لدينا مجموعة أخرى من المستويات الفرعية ولكن هذه كانت أهم 3 وأشهر 3 بتقابلنا وبنتعامل معها لما نعمل مع أجهزة سيسكو. ننتقل الى المجموعة الثالثة والاخيرة من مستويات سيسكو واللي هو المستويات المستقلة. المستويات المستقلة وهي تكون مستويات يعني مثلا تظهر عند مثلا شرط معين وتكون مستقلة عن المستويات التي تم ذكرها سابقا. فلدينا مثلا المستوى setup mode. السيتاب مود وهو عندما يكون لدينا جهاز سيسكو وهذا الجهاز لا يحتوي على أي إعدادات، عندها سوف يقوم الجهاز بسؤالنا السؤال التالي Continue with Configuration Dialogue. Configuration Dialogue هو يقصد به السيتاب مود وهو يعني أنه هل تريد الدخول على السيتاب مود، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة تمثل الإعدادات الأساسية لجهاز سيسكو مثل اسم الجهاز، كلمة السر، العناوين المنطقية لمنافذ الجهاز والتي تعتبر أساسية. وهذا السيتاب مود لا تظهر إلا عندما لا يكون هناك إعدادات على الجهاز. لو كان هناك أي إعداد ولو كان بسيط على الجهاز ومحفوظ على الجهاز فعندها ما راح يظهر لنا هذا السؤال، وبالتالي ما راح ندخل على السيتاب مود إلا في حالة احنا وافقنا على السؤال هذا، وفي حالة
وطبعا هذا السؤال لن يظهر إلا في حالة أن جهاز الراوتر كان خالي من أي إعدادات. عندنا هنا مثال آخر على المستويات المستقلة اللي هو الرومون مود، وهو مستوى يعمل في حالة أنه لم يجد الجهاز الآي أو إس، لم يجد نظام التشغيل الخاص بالراوتر اللي هو الآي أو إس أو الخاص بأي جهاز سيسكو بشكل عام، لم يجده في الفلاش ميموري، عندها يتم إدخالك إلى مستوى الريمون لكي تقوم من خلاله بتحديد المكان اللي مثلا راح تكتب الاي بي ادرس الذي سوف يتم من خلاله تحميل الاي او اس. طبعا راح تكتب الاي بي ادرس الخاص مثلا بسيرفر التي في تي بي او الاف تي بي والذي يحتوي على نظام التشغيل بحيث يقوم بتحميله من هناك لكي يتمكن الجهاز من الاقلاع والعمل بشكل طبيعي. كذلك قد يتم الحاجة الى الرومون مود في عملية الباسورد ريكوفري، وهي لما احنا نيجي نحط الباسورد او كلمة السر على مثلا على الراوتر ولما ننساها، او على اي جهاز من اجهزة سيسكو ولما ننساها، فوقتها راح نقوم بعمل ريستارت، راح نقوم بنقر مثلا من اشهر الطرق اللي هي كنترول سي. طبعا كل جهاز قد يختلف، فمثلا عندنا الفاير وول الخاص بسيسكو لازم تضغط ديليت اثناء عملية الاقلاع لكي يتم ادخالك الى الرومون مود، ومن خلالها تقوم بعملية الباسورد ريكوفري من خلال تغيير رقم أو قيمة توجد في جميع أجهزة سيسكو في داخل أنظمة التشغيل الخاصة فيها اللي تسمى الريفيجن نمبر أو عفوا الريجستري نمبر. فمن خلالها لما تغير القيمة راح يتم إدخالك إلى نظام التشغيل من غير أي إعدادات، وبعد كده راح تخش على إعدادات وراح تقوم بتغيير كلمة السر إلى كلمة سر تتذكرها. يعني قصة طويلة، بس الملخص إحنا يتم استخدام الرومون في عملية الباسورد ريكفري، وكذلك يتم استخدامه في حال أن نظام التشغيل أو نظام التشغيل غير موجود في داخل جهاز سيسكو. طبعا لو حبينا نخرج من مستوى إلى مستوى ننقر الأمر إكزيت بحيث نخرج مثلا من المستوى مثلا الخاص مثلا بالكونفيجريشن او بمستوى فرعي الى الكونفيجريشن، او من الكونفيجريشن الى مستوى الوصول، او من مستوى الوصول الى مستوى المستخدم. طبعا المجموعات الثلاثه اللي تم ذكرها هي المجموعات الثلاثه اللي بيندرج فيها جميع مستويات سيسكو، بس كامثله ممكن تكون لدينا امثله اكثر، ولكن الحين اللي ذكرناه هي اكثر المستويات اللي راح تصادفك، والباقي اللي ما ذكرناه هي نادرة الحدوث أو نادرة أنك تتعامل معها. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.